انا فاكر في موقف ابتدائي كان ظريف قوي. كنا احنا بنجيب كراسات مربعات عشان تكتب مثلا ايه 25 زائد 35 يساوي 60 مثلا، رتب الخمسه في مربع وبعدين اتنين في مربع وبعدين الزائد في مربع وبعدين الخمسه في مربع، فتكتب 25 زائد 5 تاخد لك 10 مربعات. فانا كنت اكتب 25 في مربع زائد في مربع ال 35 في مربع يساوي 60 في مربع. فانا كان في خيالي ايه، هو ليه يعني ليه الخيله دي؟ مش المفروض ان احنا 25 زائد 35 ليه بقى الخيله اللي انتوا عاملينها لنا دي؟ فده على فكره متاصل معايا لحد دلوقتي، اللي هو فكره ايه، اللي هو فكره ان انا لما باخد معلومه لازم افكر فيها، مش ان هو مثلا ايه اكتب هنا 5 وهنا 2، لا هو ليه. صح. فاي حاجه بتعدي عليا دلوقتي ده بيسموه الفكر الناقد يعني. الفكره طبعا مش معناه ان كل ما تشوف حاجه تقول عليها غلط، لا لا ده بس فكر فيها الاول يعني. يعني انا لو جيت اقول لك مثلا والله ايه، على فكره احنا لو عملنا الازازه دي السكرو بتاعها بيلف العكس يبقى احسن. فممكن حد يشوف بوست زي كده على الفيس مثلا، خلاص يبقى عنده عقيده ويقعد الناس على فكره انتوا ما تفهموش حاجه، ده هو كده غلط، ده المفروض الصح تبقى كده مثلا يعني. هو ما فكرش، هو ممكن تفكر تكتشف ان الكلام ده صح او غلط يعني، ممكن تفكر أيوه. فيه تلاقيه غلط برضه، واحد بيهبط زي ما ليه بيدي ايوه كتير يعني. فالحته دي من ابتدائي وهي متاصله معايا لحد دلوقتي بقى في اي حاجه. ان انا ايه مش اسمع اي حاجه كده ايه لا يكون احدكم امعا يعني، احسن الناس احسن وهنا سوا أيوه. جيت في في في, في زي ما بحكي لك كده، كنت انا وليا صديق اللي هو دكتور احمد رفعت، كنت انا اطلع الاول في السنه واطلع الاول في السنه. جيت في خمسه ابتدائي هو طلع الاول، في اولى اعدادي انا طلعت الاول، في ثانيه اعدادي هو طلع الاول على ما اذكر، في ثالثه اعدادي كان في بنت الله يرحمها توفت واحنا في الجامعه، رجعت المدرسه، كان والدها ضابط شرطه في بلد بره بلدنا يعني، والدها رجع فهي رجعت المدرسه، فهي اشطر مننا احنا الاثنين فطلعت هي الاولى. واو. ده الكلام ده فين؟ في ثانيه اعدادي. في ثانيه اعدادي انا فاكر في اولى كنت انا طالع الاول، في ثانيه انا كنت متوقع ان احمد هيطلع الاول، كنت احنا ايه كاننا وهو واحد بيريح سنه واحد بترضى. فجت البنت دي قامت طالعه هي الاولى واحمد طلع الثاني وانا طلعت الثالث في ثانيه اعدادي. فانا عمري ما كنت بذاكر يعني، عمري ما ذاكرت لحد الموقف ده. فجيت في ثالثه اعدادي وقلت لا انا هذاكر بقى، وقمت ايه الحمد لله اجتهدت وذاكرت. بس حصل عندي في الفتره دي في ثالثه اعدادي حصل موقف كده، اللي هو ايه، ان انا ما بقتش فارق معايا ان انا اطلع الاول او الثاني او الثالث، ما اعرفش ليه، من عند ربنا كده، ان هو بقى عادي جدا ان احمد ده انا بحبه، وكانت اسمها نورة الله يرحمها، ونورة عادي ما تنجح وتطلع ايه المشكله يعني، انا طالما بذاكر لنفسي وحاسس ان انا كويس وان انا بادي اللي عليا وبتاع خلاص اللي يطلع الاول يطلع. تمام. فاتعلمت اذاكر بقى وكانت السبب اللي هي البنت اللي هي نورة دي الله يرحمها. اتعلمت بقى اول مره افتح كتاب بقى واشوف الكتب دي، المذاكره دي بتبقى ازاي، واقعد اذاكر واقرا وبتاع، وعمر ما كنت بحفظ يعني، بس كنت بذاكر واحاول افهم الموجود وخلاص يعني، واللي افهمه اروح اكتبه. ففضلت لحد الجامعه كده يعني، وده من ضمن الحاجات اللي اثرت عليا سلبيا بشكل ما يعني، وايجابيا باشكال اخرى. ان انا مثلا ما كنتش اعرف احفظ قانون، كنت لازم استنتجه في الامتحان. يعني القانون ده جه منين؟ جه من 1 2 3 4، فانا ما اعرفش احفظه هو شخصيا، فلو جيت احتجته في الامتحان اقعد استنتجه ايوه لحد ما اوصل للاثبات بتاعه يعني. فطبعا ده كان بيضيع وقت كتير يعني. فجيت في ثالثه اعدادي، ومن هذه اللحظه بدا يظهر عندي فكره ان هو ايه، ان هو عادي، طب ما انا عادي ان انا اذاكر، ومثلا لو انا مذاكر وعندي معلومه اديها لك، او لو انا عامل ملخص اديه لك. وده اللي سمع معايا بعد كده لما بقيت اعمل مثلا فيديوهات تعليميه وبوستات على الفيس بتاع، كلها منشاها اليوم ده او منشاها السنه دي او المرحله دي، اللي انا قلت خلاص مش فارق كتير ان انا ايه، ان انا بقى انا ذاكرت الحته دي وعرفت المعلومه دي فانا خليها لنفسي من 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 هذه اللحظه. لما دخلنا ثانوي واحمد دخل علم علوم وانا بقيت في علم رياضه، زالت بقى يعني مثلا انا مثلا اقول لك في ثالثه اعدادي زالت الشوائب اللي هي النفسانيات يعني بيننا وبين بعض بنسبه مثلا 90% وتبقى 10%، لا لما هو دخل علم علوم بقت ما فيش شوائب خالص، لانه بقى في تراك تاني مش منافسه، هو مش منافسه. فبقيت حريص عليه جدا يعني، انا مثلا لو هو عنده درس مثلا ويتاخر، ده درسك امتى يا احمد؟ طب ما تيجي مجروح، طب ما تيجي مذاكر. فكان انا وهو خلاص، هو حتى ممكن هو ما يعرفش الموضوع. انا جيت في ثالثه اعدادي، ثالثه ثانوي انا اسف، وكنت حريص على زملائي جدا يعني، حريص عليهم كانهم انا، او كان طب يا جماعه مثلا اتاخر على الدرس لا ادور عليهم وبتاع، لو في حاجه نزلت اصورها واوديها، اللي هو ايه في خيالي ان احنا كلنا ايه مع بعض يعني، اخوه في بعضينا. ودي سمعت معايا بعد كده بقى لما جيت عملت الفيديوهات والكلام ده، وهو على فكره ده السبب الرئيسي او يدعي ان ده اللي يعتبر شهرنا عند الناس، ان هو واحد بيعمل فيديوهات، واحد بيعمل دروس، واحد متبرع بشكل ما يعني، اللي هو تقدر تقول ايه احسن الى الناس تستعبد قلوبهم يعني. فانت بتحسن الى الناس بشكل ما،
الإحسان ده منشأه إن هو أنا مش فارق معايا، وحتة مش فارق معايا دي ظهرت في موضوع تالتة إعدادي ده، إن هو عادي يعني. أنا افرض مثلا إن أنا تالتة ثانوي ولا تالتة إعدادي؟ أه تالتة إعدادي. أه افرض مثلا إن أنا والله مثلا خدت شهادة في السوليد ووركس في الحاجات الفلانية، والإكسبرت ده معنى إنه إكسبرت إن هو عارف التكنيكس الفلانية اللي هو اللي الناس ما تعرفهاش. طب أنا لو طلعت شرحتها للناس يعني، طب افرض إن أنا أصلا بدي كورسات في البتاع ده، يعني ده يعتبر ده مصدر أكل عيش، فبرضه اعمل فيديوهات. فكنت تلاقي فيديوهات، وكان احيانا بتعمل لي مشكله. أيوة. مش كتير ان شفت حضرتك عملت قبل كده فيديوهات ومسحتها عشان خاطر كنت عملت لها تعطيل مره، ورجعت واحد شار عليا يعني قال لي ما ينفعش تبقى انت بتحاضر. لان برضه حصل موقف ان حد قالها لي كده يعني بلطف، يعني قال لي ايه، على فكره المحاضره بتاع المره اللي فاتت هندسه انا لقيتها موجوده على اليوتيوب. طبعا ده كان كورس برايفت مثلا، فهو دافع في السيشن دي مثلا وليكن مثلا 500 جنيه. فهو بعد ما خد السيشن راح بيدور على اليوتيوب، فلقى اللي انا قلته له وخدت فيه 500 جنيه هو موجود اصلا موجود فور فري. فبدات اقول ايه، طب ما هو الراجل عنده حق يعني. هو طبعا ما قاليش مثلا ايه ازاي وما ازايش ولا كده، المفروض الفلوس دي كده فيها حاجه غلط وبتاع، بس انا قلت ايه، ما هو فعلا هو الراجل ده عنده حق. فقمت جيت عطلت بعض الفيديوهات بناء على مشوره واحد برضو. انا كده رجعت قلت ايه يا عم سيبه وخلاص. ما هو على فكره بحس برضك ان هو بيدي نوع من البركه يعني، مثلا اللي ممكن بيشارك حد بمعلومه وكده هي بتثبت اكتر، وربنا بي بي بيفتح له حاجات كتير. هو شرح المعلومه بيفيد اللي بيشرح الفكره دي حقيقه يعني. بس برضه ما تاخدهاش من الناحيه دي، انت ممكن تاخدها من الناحيه دي لو انت مهارة انت عايز تستفيد يعني. لكن لو ممكن في الكليه مثلا الطلبه بتعمل كده كتير، بتاخد مثلا زمايلها اللي هو ايه عندهم مشاكل في معلومات او ما معرفوش يفهموا المحاضره، لو تعمل كده لا 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 يعني لا تتاخر يعني. هتفيدك بشكل كبير، ولعل وعسى يعني يكون فيها ان شاء الله يكون فيها اجر يعني. وان كنت انا اعتقد ان هو الاجر يعني ما ينفعش يكون فيه مشاركه يعني، ما ينفعش يكون ليا غرضين احدهما الاجر، او اما انت غرضك الاجر بس لا اما غرضك حاجه ثانيه. ممكن ان هي ممكن نعمل مثلا منها هي النيه المشتركه دي، اظن ان هم فيه يعني مينفعش ان انا اكون مثلا عامل نوع حاجه لله وهعمل واشترك برضو اللي هو ايه عشان غرض مثلا اتعرف يعني، يعني اخلص النيه في حاجه واعمل حاجه لنفسك تسويقيا يعني. لكن ما ينفعش حاجه اكون انا عاملها وانا في جزء من نيه النيه تسويقيه للشغل بتاعي. واظن يعني انا ده عقدت انا، واظن ان انا قد اجاز عنها من ناحية الشرعيه او من ناحية الدينيه يعني. اعمل حاجه كده وخليها دي، ما يبقاش عندك نيه فيها انك انت يجيلك منها عائد يعني. لكن الحاجة التسويقية تسويقية خلاص. عادي، ومفيش مانع ان انا اعمل حاجة تسويقية. وفي الناس ممكن حتى واحنا بنتكلم نتطرق للحتة بتاعت اللي هو الفريميوم اللي هو ان انا بعمل شغل جزء من شغل مكاني كنوع من انواع التسويق. ده عادي يعني، وده من مداخل اصلا المطلوبة في الزمن ده، وضروري نتكلم عنها النهارده ان شاء الله. تمام. هو فلا تقريبا كل ما هو قبل الكلية ده. لا ما هو بقى عاوزين بقى حتة الثانوية العامة. كان مثلا حضرتك بدأت دراسة في الثانوية العامة، طب يعني النظام برضك في الدراسه هل هو نفس الكليه ولا لا؟ انا كنت تنظيم اليوم، انا كنت في الثانويه العامه كنت بذاكر، بس ما كنتش حاطط تارجت ان انا مثلا ايه لازم اذاكر 8 ساعات في اليوم. انا كنت بذاكر وخلاص. وعلى فكره لحد دلوقتي عندي الحكايه دي، عشان كده الحته بتاعي انت بتنظم وقتك ازاي دي، غالبا انا مش احسن حد في تنظيم الوقت يعني. انا بشتغل لحد ما انام، وبعدين اصحى اشتغل لحد ما انام. ده في ناس مستنيه وصفه اللي هو ايه، انا عاوز اعرف ازاي انظم يوم. قد يكون هي بتختلف اكيد بقى من واحد. دي طريقه اداره للوقت يعني. انا بالنسبه لي هي مناسبه معايا، وهي بالمناسبه يعني ضايقتني في شغلي يعني. فكره ان انا كنت اصحى واروح الشغل، انا اول ما اشتغلت مثلا شهرين ثلاثه كده شغل قاعده تقليدي يعني. وبعد كده ما عرفتش ليه بقى، لان انا بطبيعتي كنت حتى في الكليه في مشروع التخرج اشتغل لحد مثلا من الساعه 8 بالليل لحد الساعه 8 الصبح. وبعدين انا مثلا اصحى الساعه 11 الصبح اروح الكليه الساعه 12 مثلا. فتقريبا انا بالنسبه لي طول ما انا صاحي طول ما انا شغال. واحيانا دي بتمثل ازمه، بس خلاص يعني هو انا خلاص برمجت نفسي على كده. وكنت قبل كده لما اجي اكل اشغل فيديو تعليم. فوصلت المرحله ان لا كتير فاخدت قرار ان انا ايه ارفع عن نفسي خلاص يا جماعه، واصدرنا قرار ان انا وانا باكل اشغل فيديو ترفيهي. انا يعني كنت قبل كده طول اليوم شغال، ولما باجي اكل بشغل حاجه تعليميه تعلم. لا بقيت دلوقتي لما بحبحت على نفسي كده واعطيت نفسي اجازه يعني، بقيت ايه وانا باكل اشغل حاجه ترفيهيه مسرحيه مثلا. انما كاداره وقت لا، انا تقريبا طول ما انا صاحي طول ما انا شغال في شيء ما يعني. او معنى صاحي بعمل حاجه مفيده يعني، قد يكون مش شغال بس بعمل حاجه مفيده يعني. انا صاحي يبقى انا مثلا بتفرج على توتوريال مثلا، لو انا ما ورايش شغل خالص
هتلاقيني مثلا بدور بقى على طرق تصنيع الغواصات، طرق تصنيع الحلل، ايا كان يعني. تمام. ما فيش حاجه خالص ممكن اخش مثلا اجيب درس تاريخ، اجيب انما قاعد ما بعملش حاجه او قاعد بعمل حاجه ترفيهيه بس كده، ما بتخيلش نفسي فيها يعني. المشكله بقى انت ازاي هتدير الوقت ده، موضوع تاني. انما يعني هتعمل ايه بقى جوه الوقت بتاع العمل، لا ده موضوع تاني. انما انا بالنسبه لي يعني في ثانوي فاكر ان انا بدات بقى اتعلم موضوع السهر ده، كنت بذاكر بالليل بس تقريبا، وكان ليا صديق ودكتور دلوقتي برضه اكبر مني بسنه، بالمناسبه من الحاجات اللي فادتني في حياتي ان انا تقريبا كل اصدقائي على مدار حياتي لحد دلوقتي اكبر مني، واكبر مني بسنه لحد 30 سنه يعني. في ناس اكبر يعني، في ناس اصدقائي مثلا عندهم 60 سنه، في ناس اصدقائي عندهم 50 سنه حلو مثلا. الخبرة اقل ومعلومة. حد اكبر مني كان صديق اللي هو في ثالثه ثانوي ده، وانا في ثانيه ثانوي، وكان هو في ثالثه ثانوي، وانا عرفته منين؟ كنت انا بروح الجيم في البلد عندنا، هو كان بيروح الجيم، اسمه الدكتور محمد عبد الباسط. فانا في ثانيه ثانوي وهو في ثالثه ثانوي، وهو كان متفوق في ثانيه، فمتوقع انه يبقى دكتور يعني، اللي هو يعتبر الايه الصف الاول في الدفعه بتاعته، وانا الصف الاول في الدفعه بتاعتي بعده بسنه. واتقابلنا في الجيم، فبقى فيه هوايه مشتركه. وبعدين انت فين؟ ده انا في ثانيه ثانوي، انت في علم رياضه. المهم ايه، بقيت صاحبنا على طول، فبقيت اروح اذاكر معاه، كان بيت جده قصاد بيتنا، وكنت انا بذاكر طول الليل، وبعدين اجي بعد صلاه الفجر استنى ان الشمس تطلع عشان اطلع اذاكر على السطح فوق. فكنت امسك الورق واقعد الف على ايه، على السطح كده، عندنا السطح والعمدان، كنت بلعب كاراتيه اياميها، فاجي عند العمود اقوم ضارب العمود اقوم ضارب العمود يعني ايه، انا تقريبا كان ايديا اياميها، كنت اروح العب كاراتيه في الحته دي كده يبقى فيها كتلتين لحم هنا كده من الضربات، اريح من الكاراتيه شويه، واروح الجيم تلاقي الحته دي عندي يا كتلتين لهوي. هنا طبعا كده تلاقي الدراسة دايما بقى في كلو هنا، كلو هنا من البار بتاع الحديد، اريح من الجيم واروح الكاراتيه تلاقي كاتب. كلو هنا نقله هنا. وكان ايام العب ضغط على الارض وفيها رمل، الرمل يخش جوه ايدي، جوه ده اللحم يعني، ممكن تنطف كده من تطلع رمل من جوه اللحم. فكنت بص، انا كل حاجه بعملها باخدها بجد، اللي هو باخد بجد اخر حاجه يعني. يعني الكاراتيه كنت واخده بجد، ان انا خلاص بقى احنا اتقان هنفتح القدس خلاص بالكاراتيه ده. انا فاكر موضوع الكاراتيه ده كنت واخده بجد جدا يعني، لدرجه ان انا كان في حاجه اسمها منتدى كاراتيه العرب، كان قبل الفيسبوك، كنت انا وصلت لان انا تقريبا اكتر حد بيتكلم في طرق التدريب ومدارس التدريب، وكنت بجيب كتب بتاعه تربيه رياضيه واقعد اقرا بقى، والعلم اللي اسمه علم التربيه الرياضيه ده اساسه ايه، والانبساطات والانقباضات والتشريح والعضلات والعضله دي اسمها ايه ومسارها ايه وتتمرن ازاي ولو فيها اصابه، اللي هو واخد الموضوع كان انا هحضر دكتوراه في الكاراتيه يعني. كان ليه اصدقاء بيحضروا دراسات عليا في التربيه الرياضيه، ونتكلم مع بعض يعني، انت تسمعنا واحنا بنتكلم مع بعض تحس ان احنا زملاء فاهمين يعني، نفس ان هو الموضوع. مثلا بيحضر في التربيه الرياضيه وانا بحضر مثلا في مصارعه حره يعني، تحس ان احنا مع بعض يعني. وعملت على فكره 3 مشاريع لاصدقاء في تربيه رياضيه، تصميم اجهزه، لان هو من ضمن شغلهم ان هم بيصمموا جهاز عشان ياخد مثلا دكتوراه او عشان ياخد الماجستير. فكان لان انا اصدقائي كتير في تربيه رياضيه، فمثلا نيجي في المرحله دي يقول لك ايه، طب انا عايز اصمم جهاز، طب مين يا جماعه، طب ما احنا زميلنا محمود بتاع تصميم. فكنت انا اعمل لهم التصميم بتاع الجهاز يعني. عملت 3 مشاريع، 1 دكتوراه واثنين دكتوراه وواحد ماجستير. فكنت في موضوع كاراتيه العرب ده كنت وصلت لان انا اكتر واحد بيعمل دروس تعليميه على التدريب واصور فيديوهات زي ما انا بعمل بالظبط دلوقتي كده. لما سبت الكاراتيه العرب ده سنه 2010، كان قدرا من ربنا حصلت مشكله كده وسبت الموقع، كان منتدى اهو. انت لو دخلت على منتدى كاراتيه العرب دلوقتي ودورت في الاعضاء، محمود مرزوق هتلاقي مكتوب تحت اسمي من كبار الاعضاء القدامى، كان ليا ما تقريبا شاء الله 3500 مشاركه، وده كان رقم ساعتها يعني. كنت بكتب تعليقات على موضوعات وهم واخدها عاملها موضوع من كتر ما هي فيها تفاصيل، او هم واخدها عاملها موضوع. بعد كده لما دخلت موضوع السنودوكس ادعي برضو ان انا تقريبا عملت نفس الموضوع يعني، نفس الموضوع نفس الاجتهاد اللي اجتهدته في الكاراتيه رحت اجتهدته في السولودوكس برضو، وعملت ان هو دي قصه حياتي، وان هو انا قايم نايم في السولودوكس ده، لدرجه ان انا كنت مره قلت له ده ممكن ارسمك يعني، وسالت على الكلمه دي. حضرتك عملت الصندوق التروس على ما اتذكر كان 3 ساعات، ده كتير بقى كده. انا اقصد لك ان انا فيديوهات بس ما شاء الله كانت حياتي كلها يعني، موضوع ممكن ارسمك ده اللي هو ايه، ان انا بقيت شغال بالسولودوكس ده، انا ممكن ابص لك كده وارسمك على السولودوكس بعينيك كده، بمناخيرك، بشعرك، بكل حاجه، بالدم اللي ماشي جواك، بكل حاجه. فحاليا بحاول انقل نفس الموضوع ده للتجربه الثالثه في البيزنس يعني، يعتبر والحمد لله ادعي ان انا في الثلاث مجالات
تقريبا بوصل لنفس الـ لنفس ال الضجه يعني، عملت نفس الضجه دي في الكاراتيه. انا كان ايامها بيطلب مني نوادي في السعوديه ونوادي في الكويت وبتاع، ما تعالى درب عندنا للدرجه دي؟ وكنت ابعت مدربين يعني، مثلا كانوا يقول لي طب ما تيجي تدرب، اقول له والله اصل انا في كليه، يقول لي تعالى في الصيف يعني، تعالى بس دربنا في الصيف، اقول له والله انا مش فاضي يا فلان تروح، طب ابعت السي في بتاعك، اقوم بعد مثلا السي في ده للنادي كذا في الكويت مثلا، فيروح فلان يدرب نادي كذا في الكويت. وكذلك في السوليد برضو عملنا حاجات زي كده، بس سبت الموقع والحمد لله ان انا سبته. وبعدين يعني جيت مش سبت الكاراتيه بقى، حصل ضغط شديد عليا لما دخلت الجيش والحياه العمليه وكده، فما بقتش نفس انا كنت بدي، كنت عاطل الكاراتيه كتير، وده من ضمن الغلطات يعني، كنت عاطله كتير، كنت بتدرب في الاسبوع حوالي 40 ساعه في الاسبوع، وده رقم كبير. هو حضرتك بدات اصلا يعني الجودو باين ولا لا؟ انا بدات الكاراتيه ده في يوم، اخر يوم في امتحانات ثانيه ثانوي بدات الكاراتيه، وده كان من ضمن الاعجوبات برضه، ان حد يبتدي الكاراتيه وعنده 16 سنه. 16 سنه ده كتير يعني، انا كان اللي انا بنافسهم كانوا بادئين عندهم 6 سنين. وصلت في الفريق ان انا بقيت العب في الثلاثي بتاع الفريق خلال مثلا سنتين ثلاثه، اللي هو ولما جيت في استاد المنصوره انا كنت تقريبا بنسميه السمباي اللي هو اقدم لاعب او اكبر لاعب في الفريق. انا قعدت فتره طويله ادرب في استاد المنصوره يعني، ممكن ناس كتير ممكن من اللي يشوفوا اللقاء ده انا دربتهم، دربت كتير، دربت مثلا 6-7 سنين، في كل سنه انت بتتكلم مثلا في كل موسم كان بيجي حوالي 100 لاعب. فانا دربت في استاد المنصوره بس ما لا يقل عن 500 لاعب مثلا، في منهم حد مهندس دلوقتي ممكن يكون زميلكم على فكره، في منهم كتير خدوا حزام اسود وهم معايا يعني، انا مسكتهم من اول ما هو جاي لي حزام ابيض لحد ما بقى حزام اسود. انا فتره من الكليه مثلا ولا من بعد؟ كان بالتوازي بقى، كنت انا جيت المنصوره في 2007 ومشيت في 2014 استاد المنصوره 2007، وطبعا كنت انا في كليه ساعتها، كنت في ثانيه كليه، انا داخل الكليه 2006، كان دفعه سنه 2005 ودفعه كليه 2010، فدخلت كليه 2006، جيت استاد المنصوره هنا 2007 كلاعب يعني، خلال سنه مثلا كنت بقيت يعني بيسموه مدرب مساعد او سمباي اللي هو الكاراتيه يعني، السمباي اللي هو الاقدم لاعب في الفريق. والسمباي ده انا في وقت من الاوقات كنت تقريبا بشيل التمرين كله يعني ممكن تقعد مثلا شهر ولا حاجه، الكابتن مثلا بيدي دورات ولا حاجه فما بيجيش التمرين وانا شايل التمرين كله. وكنت بدرب يعني، انا فاكر كنت بدرب تقريبا 4 ساعات واتدرب انا مثلا 2 أو 3 ساعات، فكنت بدرب في اليوم مثلا من 6-7 ساعات في اليوم، في كل يوم مثلا في 4-5 أيام في الاسبوع، فانت بتتكلم في توتال في الاسبوع حوالي 40 ساعه. كنت مثلا يوم الجمعه اتدرب لي 8 ساعات مثلا، اجي الساعه 10 الصبح امشي الساعه 6 المغرب، فده كتير 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 جدا يعني، وقت كتير. اي نعم هو فادني بدنيا، بس يعني انا ما بحبش نقول لو يعني، هو لو كان استغل في الهندسه اكيد كان ضاف